عم نقول لك ما صفي، ارض البلديه انباعت كلها. صفي شي يا كريم؟ لا ما صفي ولا شيء. في جنينه البلديه. لك مجنون انت؟ ارض لازم التنظيم حديقه عامه، نبيعك اياها؟ مو اراضي البلديه؟ ما بيجوز يا مواطن، ما بيجوز. لما بدكم تجوزوها بتجوزوها. يا رشيد، هاي الارض منظمه على اساس منطقه خضراء. في غابة المشروع بتكفي، ليش وكل هالخضار؟ اللهم طولك يا لو، أخي راح نستأذن قائد مقام، إذا وافق إن شاء الله منبيع حق أسطوح البلدية منين؟ لك صرنا يومين فاتحين، ليش ما ذكرتها هلا يا رشيد؟ اليوم لدري. بسيطة أستاذ رشيد، بسيطة. طول بالك. عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، معلش، خيرك فيك، خيرك فيك. ارجع بكرة. أهلا وسهلا. سكر لي الباب. هيا يا اخي، قديش طلع المبلغ؟ شرف 16500. لا الله خليك، خليه بعهدك. انا حالف يمين لا بمضي اصولات ولا بقبض مصاري. انا طول عمري رئيس درك، مو امين صندوق. اخي معك اضمن، على الاقل درك حولك حواليك طول النهار. ماشي الحال. ايه شباب، شو رايكم نروح بكره نزور القائم مقام؟ مش هاشو؟ فكري نستأذنه بإيقاف مشروع الجسر هذا اللي ماله طعمه، وضم ميزانيته للسيولة اللي معنا، ونبدأ ببناء المدرسة. عين العقل، ومناخذ ميزانية مشروع الجامع. لا الله يستر عليك، ما بدنا نصير أي حساسيات. مزبوط، عمي معه حق. بيكون رجع بكرة القائم مقام من جوته؟ أكيد. مها اعمل لك قهوة؟ يا ريت. وانتي خالة؟ هي بدها سؤال. فنجان القهوة مع مها ما بيتفوت. حطي لي شوي بكعب الفنجان. شو ما في خطوط؟ صار له كم يوم عم ينقطع بالنهار. قلتي له لابراهيم؟ قلت له وحكاهم قدامي قبل ما يمشي. بيظهر عندك مخابرة ضرورية؟ لازم اتصل بالصحة مشان اعرف شو صار بورائي. مها شايفتك مو على بعضك يا بنتي. ليش يا بنتي؟ ليش؟ بعدك عروس وبكير على الهم. ابراهيم يا خالتي ابراهيم. شو بو؟ ما بعرف، حسسته عم ينسل من بين ايدي مثل الرمل الناعم. ابراهيم ما في منه يا حبيبتي، والله بيض حظه فيك. اذا ما دار باله عليك هالكام يوم لانك مثل ما بتعرفي مشاكل العاصمه كثيره، انت ديري بالك عليه. اكيد يا بنتي، ابراهيم حامل هموم الناس على كتفه، قلبه ابيض. بقى اذا غلط معك سامحي. يا ريت يا ريت يغلط بس معي. Thank you.
يا افندي. امل، انا النائب ابراهيم الدغري. احترامي سيدي. انا ساكن بهي البنايه، بس كل ليله لما بجي بلاقي واحد لاطيلي على المدخل الرئيسي. ايوه، مشان هيك بضطر ادخل من هون، خايف يكون حرامي او شي حدا من المعارضه مستقصدني. وهلا موجود؟ نعم، يا ريت لقيت صريفي معه. على الحارق. شو عم تعمل هو؟ بنتظر ابراهيم بيك الضغري صاحبي. شو بدك منه؟ مشان القائم مقام وعدنا انه مشان نروح على شرب معي. لوين؟ مشوار صغير. ما بحسن الليله مناوبتي رفقاتي. حتمشي معي بالذوق ولا شو؟ لا مو حلوه. خلصني مشان الجيران. نحن شبابي. خلصني. تنهبني يا حرامي؟ لو بدي انهبك ما بعطيك المصاري. صح. قديش هدول؟ 14,000. بس المبلغ 16,500. واجرتنا؟ 2,500. لو جايب قائم مقام عن حقها بياخد اقل. هيك شغلات معروفة اجرتها 10%. حتى لو كان 10% بيطلع لك 1,650 ورقة. والبخشيش؟ ناولني المبلغ. اعطيها هون. تحرك. سيك، هاي 500 ورقة لك وهي 500 ورقة له. لك شلون حسبتون؟ مياومة. وإذا ما عجبك لا بقى تشتغلوا معي. يلا حلقوا. استنى شلاح البدلة. حمزة قوم، صار الساعة 3 بعد نص الليل، دوبك تلحق. يلا بكير. لك شو بكير؟ باقي لها مناوبتك ساعة، قوم دوبك تلحق. يلا خلصني. ها؟ شو قاعدين؟ شو جابك يا اسماعيل؟ الحارس. بس باقي لك ساعة، كيف بتترك قبل ما يجي يستلم منك حمزة؟ قضيت مناوبتي بالمخفر. أنا بستأذن يا جماعة. وين؟ امشي معنا. لا اسمحوا لي، أنا مالي رايح معكم. ما بصير إلا تيجي معنا. والله خايف إذا رحت معكم انصدم. ومين بده يدافع عن المدرسة غيرك؟ بركة فيكم. لا 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 لا، بعدين هالقائم مقام كتير طيب وكتير متحمس. والله أنا هذا اللي مخوفني، الطيبة الزايدة والحماس الزايد. امشي امشي، حاجتك أوهام. أنو قائم مقام؟ قائم مقام الجديد. لسه ما تعين قائم مقام. ما بصير. شو عم اكذب عليك؟ يا ناس يا عالم، لو اسمعوا هالسمعة، القائم مقام اللي كان عندنا طلع مو قائم مقام. يا ناس لك شو الحكي يا سلام؟ شو بك؟ شو عم تخرف؟ شو صار لعلك شيء؟ روح سأل أدري يا فندي. هلا كان هنيك القائم مقام اللي كان عندنا طلع مو قائم مقام، طلع واحد عامل حاله قائم مقام. طيب ورئيس الدرك؟ مثله. ما كمشوهم؟ ما بين لهم أثر. بعدين مين بده يكمشهم؟ إذا جاسم بالسجن
شايف على الفلتان الامني اللي صاير عنا يا نوري؟ يا ناس القائم مقام طلع خلبي، القائم مقام اللي كان عنا طلع. لك شو هالحظ؟ شو هالحظ يا كوم الحجر؟ يعني بعد ما يجينا قائم مقام مثل العلم والناس بيطلع مزيف؟ يعني الخلاصه ما عاد في شيء ممكن يتصدق ابدا. بس الحمد لله انا هالمره لا وقعت ولا قبضت. استاذ احمد كلامك طلع مزبوط. لا يا برهان مو مزبوط. صحيح احمد معه حق يقلق ويحس بالمراره من الفساد يلي عم بيشوفه، بس من ناحيه تانية في ايجابيات ما لازم ننساها. شو هي يا ادري افندي دخيله؟ تجاوب الناس وردت فعلهم تجاه اي انسان ذهنه مفتوح حتى لو طلع مزيف. المهم هالتجاوب هاد بدل على انه الدنيا لسه فيها خير والناس لسه ما فسدت ومستنيه فرصه لحتى تصلح حالها. والله يا ادري افندي انا دائما بسال نفسي سؤال، شو الشيء اللي بيخلي الخير ينهدم بهالدنيا والشر هو اللي بيكسب؟ لا 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 تفقد الامل يا احمد. صحيح القائم مقام طلع مزيف، بس خلانا نتم على بعضنا ونعرف شو هاللي بدنا اياه وكيف نحققه. نحنا كان في عنا تصورات، بس هلا صار في عنا مطالب حقيقيه، وهاللي بده يجي ما رح يقدر يتعامل معنا مثل يلي قبله. تفضل يا جماعه. مناوبات وتليفونات وما في فايده. صار عندي ما يشبه اليقين انه عم بيتهرب منا. ايه خلينا نفهمه. ولأمتى بدنا نضل قاعدين هون؟ خلينا نرحل يا جماعه، عم نصرف مصارينا على الفاضي، بهدلنا واواعينا توسخت. ليش صار لك شهرين لابسه؟ شو قصدك؟ قلن سعر الشراشف اوتيلك. احترم نفسك احسن لك يا اسماعيل. ها؟ هلا ما بدنا نتخانق. انا رايي نرجع على البلد وبكفي اللي شفناه. وهذا اللي عم يستنانا بالخيرزاني؟ مشكلة. أنا برأيي نعمل آخر محاولة، إن زبطت زبطت، وإن ما زبطت بكرة نتسهل على بكير. شرف أستاذ حمزة. يلا تفضل. يلا شرف عمي. بعد إذنك. قالوا نعم؟ نعم هون منزل إبراهيم الدغري. مين طالبه عفوا؟ ها والله هو مو موجود. أخي أنت بدك إبراهيم ولا بيته؟ عامل لك هون بيته بس هو مو موجود. يي مين يا إبراهيم؟ هلول جماعة الرشوة هلكوني. طيب تسمح لي تاني مرة أنا أرد وأتصرف معهم باللي بيستاهلوه؟ قال مو موجود. لك بس صوته، الله وكيلكم صوته. خلاص قطعنا الشك باليقين، معناته ما بده يقابلنا. رد، لا تطلبه هو، اطلب الدكتورة. أحسن حل، أكيد رح تساعدنا وتخلينا نقابله. هذا إذا ما عزمتنا على العشاء كمان. حاجتك دناوي بقى. طيب وبكي طلع لي هو وعرف صوتي. طيب شو رأيكم نلعب عليه لعبة باللعبه؟ كيف؟ يعني قل له انه رئيس المجلس النيابي طالبك. والله جبته. وينها كانت؟ انا ما عرف غير صوتي. هاد لساته عم بيرن. الو مرحبا، ابراهيم بيك موجود؟ قلي له رئيس المجلس النيابي طالبك. انا دكتوره؟ مو صوت الدكتوره؟ مرحبا دكتوره، انا بدر فهمان. اهلا يا حاج بدر، الحمد لله على السلامه. لوحدك هون؟ صحيح اهلا وسهلا فيهم. بأنا أوتيل نازلين؟ طيب شو رأيكم تجوا تتعشوا عنا؟ لسه ما تعشينا. طبعا موجود طبعا. معكم عنوان؟ طيب عم نستناكم. مع السلامة. إبراهيم المجلس البلدي هون. صحيح. أهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يعني رغم سعادتي بشوفتكم بس والله مقهور وزعلان منكم من هون من جوا. انت اللي زعلان مننا يا حاج بدر؟ تجوا على العاصمه تتصلوا فينا بالتليفون
ولو بتجوا لبيتكم رأسا هون بيتكم ولا بتكون عزيمة؟ يا إبراهيم بيتنا احنا صرنا إن شاء الله يكون صاركم خمس دقايق يا حمزة. يييي بتجوا لهون على طول. بس لحنا جينا جيتوا على الأوتيل بالأول ليه؟ يي هون بيتكم هون أوتيلكم وتاني مرة بكن تناموا عنا إلا إذا الدكتورة بتعارض. لا يي ولو يا أهلا وسهلا فيكم البيت بيتكم انتوا جربوا شوفوا. يا سيدي نحن الغلطانين ومنكم السماح. سيدي المهم شفناك وطمنا أنك بخير. الله يسامحكم. تفضلوا تفضلوا يا أهلا تفضلوا. يا أهلا يا أسمع داري يزيد شرفي. يا أهلا يا حاج هدر. الله يخليك دكتورة. شكرا. شرفت. شو أخبار المجلس يا إبراهيم بيك؟ لا تسألني يا حج. الله يتمنيت لو ما نجحت. اجتماعات وتعب اوف والاهم من هذا كله انه ابراهيم وصل صوره كوم الحجر للمجلس وطلب منه يساوي مصنع ومستشفى. بارك الله فيك وحفظ رايتك عاليه خفاقه. بصراحه يا ابراهيم بيك نحن مو جايين مشان هالموضوع لانه مطمنين عليه. اي نعم. مروا في اي طلبات ثانيه؟ الحقيقه ابراهيم بيك يعني ان نحن طلب عندك طلب صغير يعني. اللي عيوني اللي احكي لي. اسمعي لفندي هذا يا سيدي القائد المقام الجديد كتير شديد علينا كتير. ليش امتى عينوا قائد مقام؟ من 3 ايام وداوم كمان. ما عندي خبر. وما شكلنا الخيزراني وكل ما بشوف بوشنا بيبهدلنا وبيهددنا بالعزل وجاب سيرتك بالعاطل اكتر من مرة. مو بس هيك ومعيننا رئيس درك من برات البلد ونازل فينا بهدل. لا ما بقبل. لا يمكن حدا يمس شعره منكم وانا موجود. ترجعوا على البلد وحتلاقوه منقول هو ورئيس دركه. ليش بصير المحافظ يعين حدا بدون ما ياخذ رايك؟ طبعا لا، مشان هيك لازم نط من فوق المحافظ. ولا كمان هي ممنوعه ستمها. لا كل شيء مشانكم الحجر. بارك الله فيك يا بنت الأجاويد. طيب أنا بستأذن رح أحضر لكم لقمة عشاء. لا 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 يا ريت تعملي بس قهوة لأنه لازم نروح نقابل وزير الداخلية قبل ما ينام وبعدين أنا بعشيهم على مرائي. طيب مثل ما بتريد. كيف تحبوا القهوة؟ يا ستي من إيديك بتحلم. يعني إبراهيم بيه يعني نحن رح نقابل وزير هيك على طول؟ الوزير رح نقابله بكرة. أنا قلت قدامها هيك مشان نقدر نفركها. إيه نفركها؟ لوين بدنا نفركها؟ نقضي لنا ليلة انشراح أنتوا الليلة ضيوفي. أيوة. ولازم أرجيكم العاصمة من زاوية أخرى. وموضوع قائم مقام يا سيدي بكرة بعد بكرة الأيام جاية. معك حق، للضرورة أحكام وللمدينة قواعد وإعراض. دخيلك دخيلك. أنا اسمي إبراهيم. شرفنا شرفنا. بدنا شي طاولة تكون على ذوقك. تكرموا إبراهيم بيك تكرموا. شرف لعند محلات. مستر شو؟ تفضل. لين إبراهيم بيك؟ نورت إبراهيم بيك؟ السلام عليكم. مرحبا يا شباب. ابراهيم بيك شرط ابراهيم. شبكي دهب. شوف شو صار تعباني؟ ما فيني شيء. شو ما فيك شيء؟ يلا لبسي لبسي خليني اخذك على مستوصف جبل الورد. ما في لزوم. شو ما في لزوم؟ الله يخرب بيتهم. لهلا ما جابوا دكتور لمستوصف كوم الحجر. يلا لبسي خليني اخذك. احمد احمد لا تخاف فعلا ما في لزوم كله طبيعي. طبيعي
أكيد نسميه أدري أو أدري. قابلنا وزير الداخلية ووعدهم يحل مشكلة القائم مقام وبعدين أخذتهم على الشيطان. وإن شاء الله انبسطوا؟ أهل انبسطوا أكيد رح تاخذ رجلهم على الروحة والجاي لعنا. إيه أهلا وسهلا فيهم بيشرفوا أنت ما بدهم. يا بي قلبك شو حنين يا مها. رايح على المجلس؟ لا اليوم ما عندنا جلسة. رح باخذهم نروح لعند مدير المشاريع مشان نحل قضية كوكوريكو. طيب أنا رح أحضر غدا جيبهم معك. لا تحضري شيء، إذا وافقوا يجوا بنطلب على السريع من شي مطعم. وليش لحتى ما يوافقوا؟ هيك عم بقول يعني، بدك شيء؟ سلامتك بتطول؟ بدي أطلع من عند مدير المشاريع ومر شوي على وزير الداخلية وبجي على طول. تيجوا على طول، جيبهم معك. إن شاء الله، إن شاء الله. مع السلامة. هاتي بوسه سمبوسكه. بدك اسماعيل بدك اسماعيل وصلت معك لهون بدك شو بدك اسماعيل بدك شو وين نحن بدك اسماعيل يا قوة الله يا قوة الله شو ها انت رجعنا على الاوتيل بدك شو لي يا مخوان عندي بالتخت بدك مصاري بدك مصاري يا شباب لك وانا كمان مصاري يا عالم رح عم نبع بصر بيكونوا مخبيكم ياهن الحج بدر لك غير مخبيين مع الحج بدر لك وين الحج بدر شو بعرفني الحمد لله انا حاسب الحساب ومخيط عليهم الجيبه لعنة مين فتحها وين المصاري قولي يا عالم يا ناس يا جاسم يا شرطه لك وطي صوتك يا مجنون لو دنيا تصحاف انه اولاد اللي ضحكوا علينا بننفضح يا عمزي 2000 ليرة مخبيهم لحتى اشتري فيهم حتى اللوتين مكان 2500 احط الحق زهورات ورقص ورقص نحن نقصنا اكثر منها ما حدا طلع فينا عائل غير الحاج بدر لك منيح المخبيين بقيت مصاري معه اه عليك ويجا سامحوني يا اخواني يمكن ما كمل نهاري الفاتحة على روحي الطاهرة لك شو اللي عمل فيك هيك؟ هو مال المربع الليل اول نص ساعة صمدت لكن بعدها مثل ما كنت شايفين ولشو بتربط؟ مشان الحساب اوعك تقول مصرياتنا طاروا ومصرياتي انا كمان حتى دقني حلاولي اياها شوفوا لك مو عطيناك الدغري ليدفع الحساب ليش ما رجع لعندك؟ من وين؟ الدغري الصورة صارت واضحة ما اكتفي سرقكم بالحجر عم يكمل علينا هون لازم نروح لعنده وهالمرة يا بروحه يا بروحنا لا تصفي فينا روح يا اسماعيل بركي يعمل فينا شيء اذا رحنا لعنده لو شو بده يعمل فينا اكثر من هيك شباب استرنا على ضيعتنا دغري لا تقول دغري لا تقول دغري لو ما نجحت بالبرلمان كان ارمحنا اوف والله ظنيت رح تفرحوا لنا شلون بدي افرح لك ورح ننقطع من سهراتك الحلوه بكم الحجر سيدي بنعملها هو والمدى مندبرها بنبعثها بمهمه طبيه على كوم الحجر تغيب يا ما بينخاف عليك حضرتك اعتمد وخبرني والزباين من عندك والمطرح من عندي يلا بتسمحوا لنا تفضل الله يخليك يا ادهم بيك ما تنسوا لنا الموعد مع ابو ساير تكرم على عيني بس اكيد بده يسالني شو الموضوع وشو ممكن اقول له يعني هيك تعرف سؤال خاطر
لانه محي ونائب منطقه وما يعرف وزير الداخليه، ومعلومات هيك موضوع او هيك معرفه بتفيدنا هون وهون. تكرم عينك تكرم عينك. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحيح شو هالقائم مقام الجديد اللي بعثتوا لنا اياه؟ ابدا ما تعين حدا لسه. كيف ما تعين؟ دهوى؟ ايه هذا واحد محتال، امبارحه وصلني تقرير من المحافظه واليوم بدي اعرضه على سعاده الوزير. شفت؟ انا تركت المنطقه من هون وفلتت من هون. لا تنسوا لنا موعد الوزير. لا ابدا يا اهلا. محاسبه استلم الفاتوره. قديش طلع الحساب؟ 400 ليره. اوف ولا ايش كل هالقد؟ لا اكلنا ولا شربنا عندهم. هدول اجره منامي. ليش نحن اجانا نوم؟ اذا كان هيك الاسعار جاي على بالي افتح اوتيل هون بالشق. هلا شو بدنا بهالحكي؟ منين بدنا نجيب مصاري؟ تفضل. كم نسخة عملت لي؟ تنتين. شوف ما أحلاهم. عديم وقع بسلة تين. وين بلورات؟ عفوا ليش بدك ياهم؟ طبعا عندي ياهم أهم من الصور. لحظة. مثل الإيقان على حبل الغسيل. تفضل. يسلموا. اهديك. يا اهلا. انا النائب ابراهيم الدغري. يا اهلا يا اهلا يا اهلا اهلا وسهلا. وهي البطاقه تبعي، اذا لزمك اي شيء بتخبرني. يا اهلا. والحساب. موريس شيفان. لكان مين ابراهيم الدغري؟ مها يا قمر. اهلين ابراهيم. شو وين الجماعه؟ سافروا. ليش؟ بعد ما طلعنا من عند مدير المشاريع خافوا لا اتاخر عن وزير الداخليه ودعوني وتسحلوا. ومن ايمتى كان وقتهم ثمين؟ شو يعني؟ عم اكذب عليكي؟ خايفه. خايفه تكون عم تكذب. احلف لك يمين؟ لا زودتيها كثير. اذا ما في ثقه بيناتنا حياتنا حتكون صعبه، لازم نلاقي حل. شو يعني عم تهددني؟ حبيبتي ما عم اهددك، واذا فهمتيها هيك انا بعتذر. ما زواج شركي تفاهم مو رقابه وتفتيش، وهذا شو بيجيبه لعنا وليش اجا وهذا ليش اتصل ومين اتصل. على فكرة التليفون رد انقطع. على كل حال انا مريت على الهاتف وعملت لهم فركة اذن ووعدوني ما بقى ينطق. وبعدين يا جماعة شو رح نعمل؟ ما هو انت الحق عليه، خلينا المصاري معك وتطمنا، هيك بتعمل فينا؟ هلا عم بتلومني الي؟ انا اللي انتظرت واكلت قتلي وتشلحت وانتوا رحتوا تهيصوا؟ ولك حاجتكم بقى، نحن قاعدين عم نتنقر والدغري مكيف ومتشفي فينا. لازم نلاقي طريقه مع الدغري، لازم انتوا في شوارب بدل لحيتي. ولك حاجتكم جد بني، بدكم نتورط اكثر من هيك؟ اسمعوا يا جماعه، ليش ما بتتصل فيه وبتطالبه بالدينات؟ 4000 ليرة هدول. مزبوط، هو قال دين، عزمنا وما دفع الحساب، أمرنا الله بس ما يرجع الدينة. روح روح يا حمزة اتصل فيه قل له مسامحينه بكل شيء، ما عاد نعتب هالشام بس يدفع لنا إجرة الأوتيل وإجرة الرجوع على البلد. لا خليه يرجعهم كلهم ال 4000. لك حي الله حي الله. يلا حمزة يلا. شو هدول الصور؟
سؤال الحفلة تبع المجلس شفتيهم؟ حبيبتي الأجندة تبعي على الكومودينا جوا، عملي معروف. ألو نعم؟ لك يا أخي 100 مرة قلت لك ماله موجود. إبراهيم بيك الله يخليك، أنا عرفان صوتك. أنا رايحة على الصحة هلأ الساعة 1 الظهر؟ هني قالوا لي إجي بهالوقت. مو معقول. ليش ما عم تصدق؟ مو هلأ كنت عم تحكي عن الثقة بين الزوجين؟ بقصد بروح معك أحسن. لا 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 ما في داعي، قصدي ما بحب حدا يعاملني على أني مرت واحد مهم. زكية زكية. نعم. حضري الغداء، أنا ما بطول، عالتنتين خلي كل شي يكون جاهز. هذا ما راح يخلينا نمشي لحتى ندفع. شو يعني ما رضي تعهد منك باعتبارك صاحب اوتيل يعني؟ يا رضي يا سيدي، قال اوتيلي كله ما بيشتري بال 400 ليره. إيه لا بيسوى اكثر. طيب ما قلت له لان احنا اعضاء المجلس البلدي؟ قلت له بس قال لي طز. احسن شيء واحد بيناتنا يروح على البلد يجيب مصاري والباقي يستنوا هون. شو هالحكي انت التاني؟ بتمرك علينا يوم جديد. ايه ما في غير الحل. طيب بيضيّلنا اجر الطريق لهاللي بده يروح؟ والله ما بعرف، بسأله. مين دكتورة مها؟ اهلين دكتورة، اهلين 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 ما خانم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتورة. يا هلا. معقولة يا جماعة تجوا وتروحوا بدون ما نقوم بواجبكم؟ بدون ما نعزمكم على القليلة على الغداء؟ طب نحن كمان قلنا حق فيكم؟ ولا بس الوزراء والمدراء اللي محظوظين فيكم؟ الوزراء والمدراء واتباعهم يا دكتورة الهنا، يا ريتك شفتي شلون قابلونا، تكسرت عظامنا من معاناتهم. شو يا حاج بدر، حلقت دقنا؟ ابراهيم بيك الدغري رفض انه قابل الوزراء والمدراء الا وانا حليق الذقن. وقابلت مدير عام المشاريع؟ يا شو مدير عام؟ ليش ابراهيم بيك بيقبل خلينا نقابل مدراء مو اقل من وزراء؟ يا خانم ابراهيم بيك بيعرف الواجب وخصوصا على اهل بلده، لازم يترك على بدنهم وقلوبهم ذكرى. بترجاك يا حاج بدر، بترجاك تفهموني، حاسه كانه في شي غلط، ما هيك؟ ابراهيم غلط بحقكم شي، قصر معكم شي؟ معاذ الله معاذ الله يا دكتوره، ابراهيم الدغري ما بيغلط ابدا، كل امرئ بيستاهل ما جرى له. حمزه بيك، انا هالمره عم بسالكم من شاني مو مشانكم انتو، انا لازم افهم، بترجاكم تساعدوني. شو بدك تعرفي؟ بدك تعرفي ان جوازك امبارح بهدلنا وشرشحنا وشلحنا مصارينا وخلانا مضحكه بين الناس؟ نحن سلمنا له رقابنا وامنا له مثل ما كنا مامنين له طول عمرنا، ومن يوم ما عرفناه هو عم يضحك علينا وعم يطعم على قلكم الحجر كلهم. سرقنا وسرق البلد، صار يرمينا من جورة لجورة. شو هاد، ما في رحمة؟ ما في شفقة؟ كل اللي بيهمه نفوزه ومصلحته حتى لو داس على كل اللي معه. وليش لكان انتخبتوه؟ ليش وقفتوا معه ما دام انكم تعرفوا انه مخادع واناني ومحتال؟ عشان نخلص منه كوم الحجر. وليش جايين لهون تطلبوا مساعدته ما دام انكم تعرفوه هيك؟ شو نسيتي يا دكتورة انه غصب عننا ومهما كان رأينا فيه هو النائب الوحيد بالمنطقة والمدافع عن هو. ومع هيك ما حاول يساعدكم. لولا حضرتك ما رضي يشوفنا. يا ريته ما شفناه ولا شافنا. يا جماعة هالكلام هون ما بينفع، انتوا لازم تجوا معي ونواجه ابراهيم، خلاص ما عاد في لزوم نخبي شي عن بعض، الحقيقة لازم تظهر والحق لازم يبان. يا دكتورة بها نحن سامحناه وراجعين لبلدنا وما عاد في حاجة للمشاكل.
زكاتك يا دكتورة، إذا بتدينينا أجرة المواصلات بس نروح بالبوسطة وندفع أجرة الأوتيل تشرشحنا كتير. جوزك أحط أحط. وبس نوصل نبعت لك ياهن، هاي إذا بتثقي فينا. بثق فيكن إذا بتجوا معي. أنا عمري ما طلبت منكم مساعدة، بس هالمرة خلص المسألة ما عادت متعلقة فيكم، متعلقة فيي أنا بمستقبلي مع الدغري. شو قصدك؟ قصدي آن الأوان أعرف كل شيء عن الرجال اللي تجوزته، ولا بتكون ياني ضل عمية طول عمري. الأمانة والدين يفرضاني علينا الصدق يا حمزة بيك. سافرت وصرعتوني مستعجلين. هاتوا بشارة. ايه ما صفي معنا المخبر، بس بتقول هاتوا. خلي البشارة على حسابي. يلا هاي صرفت لكم القائم مقام ورئيس الدرك تبعه. هاي جيتي من وزارة الداخلية، مبسوطين؟ كتير. لنتأكد إذا كان تبلغ ولا لا. لك يا أهلا. ألو يا ابني، أنا النائب إبراهيم الدغري، اطلب لي قائم مقامية جبل الورد بلدية كوم الحجر بسرعة. ها لك والله نورتوا. أنا قلت حالي ما معقول تسافروا بلا ما تودعوني. هاي جاي نودعك. وشو جمعكم بالحبيبة؟ أنا اللي جبتهم يا إبراهيم مشان نحط النقط على الحروف. يا حبيبتي النقط جاهزة والحروف بتستنى، المهم ما حد غدي ضيوفه. ولو تكرم عيونكم. الو بلديتكم الحجر، اعطيني رضا. صعيب في شويه صور ذكرى من حفله امبارح، كنت ابعتكم اياهم بالبريد، بس منيح اللي اجيتوا تاخذوهم معكم. الو يا رضا، انا ابراهيم الدغري، بامتك يا ابني. طمني القائم مقام الجديد صرفوه ولا لسه؟ امتى يا سيد حمزه؟ نعم. تعال اسمع باذنك. الو ها شو يا رضا، رئيس الدرك؟ شكرا شرف. شكرا يا رضا. على كل حال بهالكم يوم ان شاء الله حابعث لكم قائم مقام يكون يليق بالمقام، وشو ما بيلزمكم خبروني. ها بأمان الله يا حبيبي. صرفوهم. شوف لي هالذكريات مع أهلها يا حاج. هذا أنا عندما كنت بلحيتي، وهذا حمزة بين أحضان الغواني، وأبو العز متكالبا على خصر الراقصة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وإسماعيل يشرب المنكر. هاي صورتك مع رئيس الوزراء. لا لا لا، هي ما لها دخل فيهم، هي اخر صوره لي مع رئيس الوزراء ووزير الداخليه بمناسبه ابتداء الدوره. على كل اذا بدكم خلوها معكم للذكرى مشان ما تنسوا اني بقدر. لا اكيد، ولو ما رح ننسى ابدا. يا بدكم تجبروني ابعثكم قائم مقام ارزل من هداك اذا بدكم تلعبوا معي. ها شو نلعب معك انت الثاني؟ مين ولا الحكي؟ نحن معك. لكان شو جابكم مع الدكتوره؟ سيدي مشان تصالحنا معك خفنا تكون زعلت امبارح لما تركناك ورحنا. على فكرة الصور معي من النسخة تانية إذا لزمكم للفضايح. يا حبوبي شو صار بالغدا؟ الغدا جاهز.
يلا زكية حضرت كل شيء. دكتورة لازم نصلح الغلط يلي غلطناه. ما بعرف منين اخترعنا هالأكاذيب يلي سمعتيها. الله يغطي الشيطان، حاولنا نداري فشلنا فرميناه على هالرجال المظلوم الذي وهب حياته لخدمة الناس وأهل قريته. طوبى للرجل الشريف. يا حيف يا حيف علينا يا حيف، لك حطنا على كفوف الرحاب ونحن نتفنا ريش ونتف. الحقيقة عرفنا على أشرف الناس ووقف معنا بمحنتنا، بس نحن يا عيب الشوم تفيق علينا. هيك؟ هيك عمل الخوف فيكن؟ أول ما شفتوه فرطتوه؟ ساعتين ساعتين وانتو عم تحكولي عن ألاعيبه وفضايحه وعمايله، وهلأ صار من أشرف الناس وأنبلون؟ من شو خايفين؟ من شو خايفين؟ هلأ عرفت كيف قدر إبراهيم يلعب عليكم كل هالمدة. دق على وتر الخوف اللي جواتكم وحولكم لعبيد لمصالحه. لو مرة واحدة كان عندكم شجاعة أنكم تواجهوه ما كان صار فيكم اللي صار. بس يا حيف يا حيف، لا قالوا أنا كنت شفقانة عليكم. أنتوا ما بتستاهلوا حدا يشفق عليكم، بتستاهلوا كل اللي عملوا إبراهيم فيكم واللي راح يعملوه كل اللي بعده. برا برا. أنا كنت فكرتكم بتحبوا كوم الحجر، بس كذب كذب، ما حدا بيحب كوم الحجر فيكم. برا. ما راح إبراهيم ما يستقبلكم ويقلعكم. برا برا. مسكينة بلدكم فيكن مسكينة. شو هاد شو هاد؟ وين كنتي مخبية هالموهبة بالخطابة والبلاغة؟ يا سلام عليك يا ما، والله كل كلمة نطقتيها جوهرة. شو عم تعملي؟ أنا ماشي يا إبراهيم. ماشي مشان مين؟ مشان هالكم أهبل اللي كنتي عم تبهدليهم؟ مشان يلي لسه جواتهم شوية أمل. حرام حرام تعمل اللي عملته بكم الحجر يا إبراهيم. حبيبتي يا مها، ما حدا بيعمل عجة من غير ما يكسر بيض. لا يا إبراهيم، أنت ما كبرت إلا لأن الناس اللي عرفتهم كانوا صغار. لو واحد منهم بس وقف بوشه. هذا حكي بنحكى؟ هذا حكي بتحكيه ست مع زوجها؟ أنا من هاللحظة معك مرتك يا إبراهيم، وأنت معك جوزي. أنت دائما تجيكي هالنوبات وبتروح مثل ما أجيت. على كل حال هاتركك تستريحي شوي وبعدين نبقى نتفاهم على رواق. ما عاد في بعدين يا إبراهيم. أنا صدقتك، حبيتك من كل قلبي، كان ممكن أمشي معك لآخر الدنيا. يمكن هذا اللي عماني وخلاني ما أشوف غلطك. يمكن لو حبيتك أقل كنت شفت غلطك بالوقت المناسب وصلحته. ما هو وأنا بحبك، وإذا في نقطة مضيئة بحياتي كون اني حبيتك، لذلك يعني هالشي لازم يغفر لي اشياء كثيرة عندك. لا يا ابراهيم، انت ما بتقدر تحب حدا، انت بتحب حالك وبس. لو صحيح حبيتني كنت ما غشيتني، كنت اجيت لعندي وصارحتني، يمكن كنت اغفر لك، يمكن كنت واقف معك وساعدك تمشي بطريق جديد. كيف تقدر تقول انك حبيتني؟ حتى الحب بدك تغش فيه يا ابراهيم. لا أرجوك يا ماء لا تظلميني. بوس إيدك. الحياة قاسية يا ماء، حاولت تكبش فيها بسناني بأظافيري بإيدي حتى غلبتها، ما خليتها تغلبني. لا يا إبراهيم، أنت ما غلبت الدنيا، الدنيا هي اللي غلبتك وحولتك لعبد إلها. بجوز أنا شغلة مو كثير مهمة، مجرد دكتورة مجنونة وبتحارب طواحين الهوى، وما هيك ما رح تقدر تخليني ارجع مشان اعيش معك رغم كل قوتك ودهائك ونفوذك. اذا قدرت معناها صحيح انك غلبت الدنيا وانك انت الكسبان. بعد اذنك.
وين رايحة؟ راجع على كوم الحجر لعند أحمد. راجع لحتى أكون معه مو عنده. يا واطي تفضل. عم بشتغل لأولادك ماما. بدي قلك شو بدك تقولي يا حبيبتي؟ بيظهر إبراهيم زعلك؟ كرمالي يا حبيبتي لا تاخدي على خاطرك منه. إبراهيم قلبه أبيض مثل التلج وبيحبك وعمره ما حب حدا قدك. ماما إبراهيم خديه على قد عقله وقفي جنبه يا بنتي. إبراهيم شاف ليلة القدر لما لقى وحدة مثلك وبكره لما بيجوا الأولاد دخيلك. بس احكي لي شبكي يا حبيبتي. أنا ما سألتك شو في بينك وبينه لأنه بحب تحلوا مشاكلكم لحالكم. صحيح وحليناها. مها احكي لي شبكي يا بنتي وين رايحة وليش عقد الشنطة معي؟ دايلي خالي إبراهيم. شبها مها وين راحت؟ أعصابها تعبانة شوي راحت على كوم الحجر ترتاح كم يوم. وإمتى بدها ترجع؟ قريب قريب إن شاء الله. الو اطلب لي كوم الحجر قائم مقاميه جبل الورد. بتطول شو ربع ساعه فورا بدي اياها. انا النائب ابراهيم الدغري يا ابني رقم 320. عم استنى. ابراهيم شو اللي صار؟ ما صار شيء يا ابني ما صار شيء. تفضل ارتاحي تفضل تفضل. الو كوم الحجر. مرحبا يا جلال انا ابراهيم. اهلا ابراهيم بيك. اهلا. شوف يا ابني الدكتوره بجوز تصل لعندكم اليوم ف لحظه شوي. الو معك ابراهيم. استناني على الخط او اتصل فيه بعد نص ساعه لانه معي دوله رئيس الوزراء على الخط الثاني. نعم سيدي نعم نعم انا جلال. نعم سيدي نعم. شلون؟ تمام